قناة حمادة RF ألعاب منوعة ببجي جي تي اي الألعاب اللي بتحبوها أنتو كمان صورت معه فيديوهات صديقنا محمد بيستحق الدعم يا جماعة لا تقصروا معه الرابط والوصف وشوفوا حتى الفيديوهات اللي بيني وبينه هيا بنا الحلقة الماضية بسيناريو عجيب غريب طلعنا من الكأس بآخر الثواني من المباراة ومن دوري أبطال أوروبا كمان البطولة الحلم لإسماعيل بآخر الدقائق وهذا خلى إسماعيل ينصاب بخيبة أمل كبيرة إسماعيل قرر الصمت ما حكى إنه راح يطلع من برشلونة وما حكى إنه راح يضل ولكن بعد هاي الخيبات اجتنا خيبة ثالثة هي بالدوري 92 نقطة لريال مدريد حسم الدوري و86 للبارسا موسم صفر للبارسا تماما ولكن الموسم الأفضل لإسماعيل إسماعيل في فريق السنة إسماعيل هداف الدوري الإسباني أخذ الحذاء الذهبي ب 25 هدف إسماعيل أفضل لاعب بالدوري الإسباني يا جماعة أخذ كل البطولات اللي ممكن يأخذها إسماعيلين ما بينلام أبدا بخروج البارسا من البطولات ولكن اليوم القرار هو قبل ما أعلن القرار شكرا لكم على الدعم متواصل 20,000 لايك لكل الحلقات واليوم كمان خلينا نوصل على 20,000 لايك كل ما بقولكم اشتركوا بالقناة عم يزيد الاشتراك باليوم وبينط كتير ففعلا انا اتحفزت لحتى قلكم اشتركوا بالقناة يا جماعة اضغطوا على زر لايك لحتى نفجر اللايك وهيا بنا القرار هو بهذا الشكل يا جماعة بتمنى من الكل يفهم صح شو رح احكي حاليا طاقاتي 91 عمري 25 سنة يعني بعد كم سنة رح يصير المستوى يتراجع انا حاليا اخذت الهداف اخذت افضل لاعب فانا ببحث عن بطولة دوري ابطال اوروبا وبعد تقريبا كم شهر رح يبلش كأس العالم 2026 رح ندور على البطولة مع نيمار فلهيك لازم يكون بنادي يقدر يجيب لي دوري الابطال لحتى ناخد الكرة الذهبية والنافس الكبار اللي عم ياخذوا الكره الذهبيه حاليا لازمنا بطوله دوري الابطال بدون دوري الابطال ما بيمشي الحال وحاليا وضع برشلونه ما انه مطمئن ابدا فانا راح اطلب الانتقال فقط راح اطلب الانتقال ما قلت راح انتقل راح نشوف اذا اجاني نادي مناسب 100% يعاملني افضل من البارسا وحس انه هو بيقدر ياخذ دوري الابطال فراح ننتقل فخلينا نشوف شو راح يصير رونالد كومان باول مره طلبت فيها الانتقال رفض الانتقال تماما وقال لي ما فيك تطلع من النادي اسماعيل وانا عم بطلب طلب الانتقال الثاني انتبهت لشغلة اسماعيل احد افضل اللاعبين في العالم طلبنا انتقال مرة تانية وشفنا حاليا ميسي لاعب يكتب التاريخ ايثان كومان بالمرة التانية وافق انه انا انتقل ببرشلونة ما تمسك للمرة التانية باسماعيل خلص اعطاني ضوء اخضر انه اطلع ولكن انا ما راح اطلع الا بعرض قوي يهز الميركاتو اذا في صحف عم تكتب لا لانتقال اسماعيل يا جماعة برشلونة عم يتمسك باسماعيل حاليا وبنزيما حصل على جائزة افضل لاعب لشهر مايو بنزيما بهذا العمر لحد الان عم يحصل على جوائز ممتاز جدا يا حكومة اذا وصلنا للحظة انهاء الموسم وحاليا ممكن نفوت بال 2026 اذا اول طلب انتقال هو من اليوفي مرة تانية اليوفي عم يستدعيني لحتى ارجع لجانب كريستيانو ما بعرف اذا لسه اذا الشيء المفاجئ انه كريستيانو رونالدو صارت طاقاته 81 ولكن بعمر شو بعمر 40 سنة حاليا كريستيانو بعمر 40 سنة عم يلعب مع اليوفي ولكن صعب جدا على اليوفي انه ياخذ دوري الابطال وبفضل البقاء بالبارسا على الخروج الى اليوفي لانه انا اصلا جاي من اليوفي للريال ومن الريال للبارسا فرح نرفض اول عرض عرض اخر ولحد الان ما فتحته رح نشوفه سوا معكم ممكن يكون مفاجأة مانشستر يونايتد عرض اللي كنت ناطره بتوقع مانشستر يونايتد نادي من النوادي اللي ممكن يوصل لنهاية دوري الابطال لكن خلينا نشوف اذا هو اصلا بدوري الابطال اذا مانشستر بدوري الابطال وعنده بالهجوم ديباي وفي لاعبين شباب كتير عندنا جرينوود وود راشفورد كل هدول اللاعبين ممكن يكونوا تطوروا راح نلعب بنادي عريق المانشستر ممكن نرجع الامجاد ونجرب معه نحقق دوري الابطال واذا ما حققنا ننتقل مرة عاشرة يلا قبل ما اوقع مع مانشستر يونايتد بتوقع انه برشلونة قدم لي كتير بتوقع انه برشلونة احترمني من اول مباراة فبتشكر برشلونة بتشكر الإدارة على هاي المعاملة الرائعة ولكن أنا بحاجة لقب دوري الأبطال يا بارسا أنا ممكن أكون زلاتان جديد ممكن أكون زلاتان سمايلوفيتش اللي عم ينتقل من نادي لنادي ممكن لف كل العالم لحتى أحصل على دوري الأبطال إن شاء الله المانشستر هو يكون الفريق اللي خليني أحصل على دوري الأبطال فرح نقبل العرض هيا بنا إلى الشياطين الحمر إذا مانشستر يرحب بإسماعيلين ويضع الأهداف التي يجب أن يفعلها إسماعيل إسماعيل 91 الطاقات طار عنا خبرة بمهنة لاعب فخلينا نشوف إسماعيل حاسم نعم حاسم كأستي وبتمنى ما يكون مشكلة
فريق ريال مدريد انه راح يلعبوا سي اف، فممكن ضل على مقاعد الاحتياط بسبب جليتش باللعبه مثل ما ضلينا بريال مدريد، ما بعرف هذا الكلام. الشيء اللي عجبني بالفريق صراحه انه لاعبين اللي معي شباب، الشباب كلهم بدهم البطوله. فعنا جرينوود مثلا، عنا لي اللي كان معي بمهنة مدرب اللي بتذكر بنوريتش سيتي 24 سنة ممتاز جدا طبعا، والخبرة برونو فرنانديز، أوديغارد 26 سنة 89 وحاسم معي بالفريق، صراحة تشكيلة راح تكون نارية وإن شاء الله راح نحقق دوري الأبطال. راشفورد بعمر 27 سنة راح يكون بجانبي، راح نكون إيد بإيد يا راشفورد بإذن الله، طاقاته 91. دي ليخت عمره 25 91. عندك ويليامز كمان عمره 24 طاقاته 85. صراحة تشكيلة مانشستر الأفضل كشباب. فإذا إسماعيل ارتدى قميص مانشستر وإسماعيل يعود للدوري الإنجليزي، ربما نلعب ضد غوارديولا أيضا هذا في الحسبان. إذا برشلونة بعد ما طلعت منه أخذ كأس الأبطال، فربما أنا كنت نحس على برشلونة. مبروك البارسا، مبروك ميسي، وداعا. إذا الحصة التدريبية الأولى لإسماعيل مع المان يونايتد، سرعة الجري صارت 98-99 والإنهاء تقريبا 99، فما تقولوا لي إنه إسماعيل ليش هيك المستوى ضعيف، لا سرعته 100 يا جماعة. إذا مانشستر وضع فان دايك على صدارة قائمة اللاعبين المطلوبين. إذا إسماعيل بأول مباراة أمام ليستر سيتي، متعة الدوري الإنجليزي اشتقنا لها جدا صراحة، افتقدناها بالدوري الإسباني. الدوري الإنجليزي أمتع وأقوى جدا، ولكن يبدو بأن إسماعيل بمكان غير مكانه. إسماعيل، راشفورد، فرنانديز وجرينوود أساسيين. فإذا إسماعيل لأول مرة عم يلعب بمكان ما له مكانه نهائيا على اليمين يا جماعة، جناح يمين راشفورد، على اليسار عندنا برونو فرنانديز وجرينوود كهداف. فما بعرف اذا رح استمر بهذا المكان، ولكن خلص نحن مثل ما بده المدرب بنلعب. اذا اسماعيلينو يعود الى الدوري الانجليزي القوي جدا لكي يكون في المنافسين على دوري الابطال، ويرتدي قميص مان يونايتد العريق، تشكيله ناريه لمان يونايتد تستطيع تحقيق الدوري. ولكن هناك منافسين اقوياء، هناك غوارديولا المان سيتي، هناك ليفربول كلوب، وهيا بنا هيا بنا لمباراة أولى أمام ليستر سيتي. البداية السريعة والكرة خطيرة ليستر سيتي. الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي يا جماعة، الدوري الإنجليزي، عدنا للمتعة. قبلنا هدف أول، ولكن أنا سعيد بهذه المتعة، إنها متعة كرة القدم. وهدف أول لليستر سيتي، كرة لمانشستر. إسماعيل لم يعتد على هذا المكان، أول لمسة يلعبها للأمام، جرينوود، جرينوود لسمعة مرة أخرى، الشياطين الحمر لمانشستر. سمعة يتقدم، سمعة يتأقلم سريعا مع المان يونايتد، الأولى ضاعت، الأمامية خطيرة بالرأس، هدف ثاني لليستر سيتي. ماذا يحدث للمان يونايتد في أول المباريات؟ عينينو في كرة هناك في جبل يمنى، رائعة جدا المانشستر، فرصة لإسماعيل لتسجيل أول الأهداف، عرضية، الكرة مرت أخرى، إسماعيلينو في الجبهة اليمنى يستلم بالمهارة، يمرر، يلا يا مانشستر، سمعة يخترق خلف المدافعين، سريع جدا لصناعة الهدف، الحارس خارج، سمعة حصل الكرة، إسماعيلينو، الكرة في ركنية، بركنية للمانشستر يونايتد، هنا عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن، قطعت من الحارس، عادت يلا يا مانشستر لهدف أول، الكرة ما زالت عرضية خطيرة بالرأس في يد الحارس، خطيرة لليستر لهدف ثالث، وديخية، مانشستر يونايتد أداء سيء في أول المباريات، صوت أول إذا مخيب للأمان لمانشستر يونايتد، لكن ليستر سيتي فعل كل شيء، راشفورد ويوم بطيء في العمل، الكرة عند إسماعيلينو في الجبهة اليمنى، يغير جهة الملعب بشكل رائع جدا هناك في الجبهة اليسرى، هيا بنا يا مان يونايتد، راشفورد لهدف أول، راشفورد لهدف أول، الكرة قطعت، عادت برونو فرنانديز، برونو فرنانديز أمامية للمان يونايتد، إسماعيلينو ضعيفة يا سمعة، يونايتد إسماعيلينو عرضية رائعة ولكن الكرة في يد الحارس، المساحة إسماعيلينو ينطلق في الجبهة اليمنى يلعب عرضية رائعة، الكرة مرت لا يوجد متابعة. إذا ليستر سيتي يفوز في أول لقاء ضد مانشستر يونايتد، هذا مخيب. إسماعيل لعلها أول مباراة، ربما نستطيع التعويض، هيا بنا إلى مباريات أخرى. دوري مولع منذ البداية، والسبيرز يا جماعة، مباراة بالأولد ترافورد، أول مباراة لإسماعيل بالأولد ترافورد بجانب راشفورد، فرنانديز وجرينوود، أول مباراة لإسماعيلينو في الأولد ترافورد أمام توتنهام الذي أخرج البارسا من دوري أبطال أوروبا. هل يقدم إسماعيل مباراة كبيرة هنا أمام توتنهام؟ وجماهير مانشستر ترحب بإسماعيل الذي ينظر ويقول يا لها من جماهير عظيمة، هل سأحصل على لقب دوري الأبطال هنا في إنجلترا؟ إسماعيلينو هنا المانشستر في الأولد ترافورد أخطر، خطير جدا، يحاول إسماعيلينو يعين على تمرير رائع جدا، راشفورد
السلام، راشفورد داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن سمايلينو الكرة الأولى مرت، معلش نستطيع. تنهام خطيرة داخل منطقة الجزاء، الكرة خطيرة، يبدو بأن اسماعيل لم يعتد على الجبهة اليمنى. يجب على مانشستر أن يضع اسماعيل في المقدمة كرأس حربة. مانشستر ومحاولة عند اسماعيلينو، لمسة رائعة بالصدر، جميلة، 1-2 خطيرة للمانشستر داخل منطقة الجزاء، عرضية رائعة بآخر لحظة. توتنهام وبرافو قطعت الكرة، ثم يقود مرتدة للمانشستر للشياطين الحمر، الجماهير الآن تهتف، سجلوا أول الأهداف يا مانشستر. ثم أنسل ذهب لمكانه الطبيعي، رأس حربة اسماعيلينو، اسماعيل هرب من الجبهة اليمنى ليصبح رأس حربة. شوف الكرة والتسديدة، لكن الحارس أنقذها. إذا المباراة انتهت وعلامة استفهام هنا بأداء مخيب لمانشستر في أول مباراتين. الجماهير غاضبة، الجماهير تغضب أكثر وأكثر بعد نتائج سلبية متتالية. اسماعيلينو لا يلعب في الجبهة اليمنى، لم يتأقلم في هذا المركز، لنرى ماذا سيحدث في الجولات القادمة. إذا حاليا مباراة مع إيفرتون اللي عنده 4 نقاط من مباراتين، واسماعيل على الجبهة اليمنى. للمانشستر يونايتد، هيا بنا يسمع انتفاضة بقميص المانشستر خلف المدافعين، خطيرة، كنترول رائع وجميل، واخيرا اسماعيلينو يعود للتهديف في قميص المانشستر. يا الله على كرة وعلى صعوبة يواجهها اسماعيل بقميص المانشستر، لكن لعلها صحوة. شوف الكرة خلف المدافعين، الانطلاق، الكنترول والتقدم، وبوم بوم 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 في المرمى، جول. مرة أخرى للمانشستر، ثم يتألق في هذه المباراة في الجبهة اليمنى التي بدأ أن يعتاد عليها الآن. هذا مرور غير طبيعي. إيفرتون الكرة داخل منطقة الجزاء، تمرير والمحاولة لهدف أول، مرت بأمان، عادت مرة أخرى، دفاع مانشستر يقلقني للغاية. خطيرة إيفرتون، هدف التعادل. إذن 7 دقائق على النهاية، سمع ينطلق في جبهة يمنى، ممكن الآن يا مانشستر، ممكن الآن يا مانشستر، سمع ينتظر تمريرة ممكن أن تكون خلف المدافعين. الكرة عند المان يونايتد، يعودون بكرة للخلف، ماذا يخطط الآن المان؟ سمعة هناك، استلم، لعبها عرضية جميلة وبالرأس، فيها تسلل يا مان يونايتد، أوديغارد متسلل لك. إذا تعادل مخيب آخر، واسماعيلينو يريد إعادة المانشستر للفوز والانتصارات، لكن لا يستطيع، قدم كل ما بوسعه، موسم سيء جدا، ويبدو أن انتقال إسماعيل خاطئ. إذن وبسبب استدعاء إلى المنتخب البرازيلي أيضا، مانشستر لعب ضد تشيلسي وخسرنا 3-2 كمان، فالنتائج ما في نتائج إيجابية لحد الآن أبدا. إذن فرصة لصحبة مانشستر يونايتد أمام ويست بروميتش، إسماعيل هالمرة بجانب راشفورد ولي وغرينوود، لي من اللاعبين المفضلين عندي، فهو تطور حاليا أساسي بالمان يونايتد. ترتيبنا مخيب جدا للأمال، ونحن مهددين بالهبوط يا جماعة. احنا من دوري ابطال اوروبا، فجينا على فريق ما فاز ولا مباراه لحد الان بالمركز 18، لكن لسه كل شيء ببدايته، وليفربول فقط ب 12 نقطه هو بالصداره. اذا مره اخرى في الاولد ترافورد، اسماعيلينو امام ويست بروميتش، فرصه للعوده يا مان يونايتد، ربما تكون الفرصه الاخيره في الدوري لكي ننافس على المراكز الاولى. اذا لم نفز اليوم فسيكون الوضع سيء جدا. فرصة الآن لمرتدة للمان يونايتد، مرة أخرى خطيرة، ثم انطلق هناك في الجبهة اليمنى، سريع جدا، أفضل لاعب العالم اسماعيلينو يخترق ويحاول، وين المساندة، ثم ينتظر، يمرر بهذه السهولة، تضيعها يا راشفور. الثاني للمانشستر، وبداية سريعة، والكرة أمامية خطيرة جدا، ممكن الآن اسماعيلينو يستلم، يمرر بشكل رائع، هيا لهدف أول، جرينوود، وهدف أول مانشستر، واخيرا مانشستر يسجل هدف اول. مانشستراوية عند اسماعيلينو هناك في الجبهة اليمنى، يحاول التقدم والتمرير، رائع جدا التمريرة من اسماعيلينو. الجهة اليمنى ليست لاسماعيلينو، لكنه يحاول، وعرضية بالرأس، قطعت الكرة، عادت مرة اخرى، عرضية مرة اخرى، اسماعيلينو يحاول، يمرر هناك في الجهة اليسرى للمان يونايتد، ثم ينطلق خلف المدافعين لتسجيل هدف، ثم اخترق، ثم يحاول سجد الآن هدف ثاني، وثم يعود للتسجيل هنا. ظهري يمنى، صعب جدا ان تكون في الجبهة اليمنى وتسدد باليمنى، لكن عندما كان على اليسار مع البارسا رايتهم كيف يفتح في اليسار ويسدد باليمين،
2-0 لا علينا يا مانشستر، ربما تكون عودة نارية. إذن وأخيرا فك النحس عن مانشستر يونايتد وهدفين إذن للمان يونايتد. إذن دوري أبطال أوروبا عاد إليكم من جديد، لنشوف شو المجموعة. إذن وأخيرا رأينا هذا الخبر، إسماعيلينو يسجل هدف الفوز أمام ويست بروميتش، أداء مذهل من غرينوود. أنا لم أرى هذا الأداء المذهل، لكن غرينوود لاعب جيد وشاب. هيا بنا. إذن مجموعتنا بدوري الأبطال، ميلان اس ميلان، كلوب بروج وسيسكا موسكو، مجموعة البارسا، ليبزيغ وسالزبورغ ودينامو كييف. بتوقع سالزبورغ كان معنا بالمجموعة. المان سيتي مع انتر ميلان وبنفيكا ولوكوموتيف موسكو. ريال مدريد مع بايرن، ليفركوزن ومع اتلانتا واليونغ بويز. هدول هن الفرق اللي لعبت معهم، فمجموعتنا ان شاء الله تكون سهلة فقط عنا ميلان. اذا البطولة الاهم بالنسبة لاسماعيلينو تبدا الان مع مانشستر يونايتد ضد سيسكا موسكو. الدوري ما بيهمني بقدر انه احصل على دوري ابطال اوروبا، فهيا بينا لاول اختبار. اذا سمع يشارك في دوري الابطال، اتى لمانشستر من اجل هذه البطولة، ماذا سيفعل في اول مباراة؟ هو انتقل من البارسا من اجل دوري الابطال. يا مان يا يونايتد، اتمنى ان نؤدي اداء كبير. هيا بنا. يبدو بان مانشستر حتى في دوري الابطال يعاني، خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء. برافو الدفاع، عادت مرة اخرى فرصة لهدف أول يا مانشستر. وين الدفاع؟ وين قطع الكرة؟ أرضية، مرت عادت لمرتد. هيا يا مانشستر، الكرة عند غرينوود، لعبها لسمعة، سمعة ينفجر، سمعة يحاول التقدم والتمرير رائع. مانشستر مرة أخرى، اسمعني إنه يطلب كرة، أوديغارد أمام المرمى لسيد دوري الأبطال. عودة قوية كالأبطال، يعود بهدف رائع اسماعيلينو بصناعة المهندس أوديغارد. يا عيني أوديغارد، الاستلام باليسرى أمام المرمى، نعم هو أتى من أجل دوري الأبطال. اسماعيلينو أوديغارد المهندس، ثم مرة أخرى يأخذ مكان خطيرة لمان يونايتد. اسماعيلينو، عرضية جميلة، عشرة على عشرة يا اسماعيلينو مع راشفورد. يا له من هدف ويا له من اسماعيلينو ينتفض في دوري الأبطال. سيسكا موسكو خطيرة، هدف أول في الدقيقة 52، فرصة محاولة لسيسكا موسكو لهدف ثاني. يجب أن نحافظ على هذه النتيجة وعلى هذا التقدم. الكرة ما زالت لهدف ثاني، هدف ثاني حتى أمام سيسكا موسكو. المان يونايتد، يا مان يونايتد، مامي سيسكا موسكو، الكرة خطيرة، 1-2-3 تبادل كرات رائع، كاد أن يقلب النتيجة. 10 دقائق، فرصتنا الأخيرة للعودة يا اسماعيلينو. الكرة عند أوديغارد المهندس، سمع يستلم، سمع بالسرعة، سمع واحد على واحد، يستلم كرة، يحاول يلعبها أرضية جميلة، ما زالت غرينوود. دقائق على نهاية المباراة، مانشستر يونايتد يخطئ في تمرير كرة مرة أخرى، عادت سيسكا موسكو. نستحق أن نقبل هدف ثالث بعد هذا الخطأ، نعم نقبل هدف ثالث. إذن 89 دقيقة، انتقلنا من البارسا من أجل دوري الأبطال، وبنفس الطريقة نخسر. ماذا أفعل أنا وأنا أتحكم فقط بإسماعيلينو؟ ماذا أفعل أنا يا مدرب وأنت تضع إسماعيلينو على الجبهة اليمنى؟ أريد فريق يعطيني بطولة دوري الأبطال، أريد فريق لا يخسر في دوري الأبطال. الكرة في الشباك قاتلة ومؤلمة جدا لإسماعيلينو واليونايتد. خسارة مؤلمة للمان يونايتد على طريقة الخسارة من البارسا في دوري الأبطال. نعم في آخر الثواني عادوا وقلبوا النتيجة من 2-0 إلى 3-2. فشل للمدربين الكبار في دوري الأبطال، سواء كان في البارسا سواء كان في المان يونايتد، لكن ما زال هناك فرصة لليونايتد، إنها المباراة الأولى يا اسماعيلينو. حلقات مشوقة بانتظارنا مع المان يونايتد، إن شاء الله راح تكون أحلى وأحلى. البداية سيئة جدا صراحة، إن شاء الله ما تكون هيك لحتى ما ننتقل على فريق آخر مثل زلاتان من فريق لفريق. فشكرا لكم على المتابعة ودمتم بألف خير.